من الخارج انطلق قطار الانتخابات الرئاسية في الجزائر لاختيار رئيس جديد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد موجة احتجاجات عارمة. الجزائريون في مصر وفي شتى دول العالم صوتوا للاختيار بين 5 مرشحين هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل. سبق انطلاق الاستحقاق الانتخابي استعراض المرشحين 5 برامجهم خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة التزمت بإطار محدد، حيث حصل كل مرشح على 2 دقيقة للإجابة على الأسئلة المطروحة. المرشحون 5 أجمعوا على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد يمثل مرحلة ما بعد بوتفليقة. لابد من دستور على مقاس الشعب الجزائري، ولذلك سأفتح حوار وطني شامل دون إقصاء، ويمكن نستعان بخبراء في الدستوري وأيضا مع كل الطبقة السياسية. الدستور لازم يكون فيه استشراف بالنسبة للأمة، مسيرة أمة وما ستتلقاه من صعوبات في يوم ما إلى آخره. ثانيا، الفصل الحقيقي بين مؤسسات الدولة. اقترحوا على الطبقة السياسية نظام شبه رئاسي، معناها نظام شبه برلماني، تقسيم الصلاحيات في السلطة التنفيذية بين من جهة رئيس الجمهورية ومن جهة أخرى رئيس الحكومة. وحمل المرشحون الأحزاب مسؤولية تردي الوضع السياسي في البلاد مستعرضين رؤيتهم للإصلاح. إذا نجحنا في إعادة بنية المشهد السياسي الحزبي في بلادنا، فإنه يمكننا الوصول حينذاك إلى بناء ثقة جديدة بين المؤسسات وبين المواطن. إن من بين الوسائط المجتمعية بين السلطة وبين الشعب هي الأحزاب السياسية. شكلت السلطة للأسف الشديد أحزاب غير تمثيلية كرتونية، وزورت لصالحها الانتخابات المتتالية وسطت عن إرادة الشعب. وبدأت هذه الانتخابات بالتزامن مع الأسبوع 42 للحراك الشعبي الذي أكد رفضه لإجرائها، ويعتبر أن ظروف البلاد الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات حاسمة دون إعادة النظر في قوانين البلاد ودستورها وإجراء إصلاحات عميقة.